انت قاعد في بيتك، لو الحنفية باظت بتجري تصلحها، ولو الحيطة شرخت بتشيل همها. ما هو أصل البيت ده هو اللي حميك، كل بيت وليه اللي يحميه ويراعي مصالحه، بتستفيد منه وتخلي بالك عليه، ما هو أمان ليك ولعيالك. ياريتنا نقدر نضمن لعيالنا الحماية دي بره البيت زي ما بنحافظ عليهم جواه. بره البيت هو الدار الكبير، كوكب الأرض، سنين وسنين والدار محدش بيسأل عليه، عوادم عربيات، تخلص غير آمن من النفايات، تلوث لمجاري الأنهار، وممارسات كتيرة غيرت طبيعة كوكب الأرض. بقينا نشوف ظواهر طبيعية زي الأعاصير والفيضانات اللي بتيجي على الأخضر واليابس. بعيدة الحاجات دي، ما بتحصلش عندنا، صح؟ طب إيه رأيك إننا برضو بنعيش ظواهر التغيير المناخي حوالينا؟ سمعت عن التصحر؟ سمعت عن المحاصيل اللي بتبوظ من موجة حرارة أو موجة برودة في غير معادها؟ طب فاكر جملة حار جاف صيفا دافئ ممطر شتاء؟ كلنا مدركين قد إيه الجو بيتغير عن أيام ما كنا أطفال، وده إنذار إن الدار بقت مستهلكة. الدار ما بقاش أمن وأمان لعيالك، الدار عايز اللي يصونه. طب نصونه إزاي؟ ما تهدرش المية، ما تستخدمش وما ترميش البلاستيك، وفر في الكهرباء، وخلي عندك تدبير في كل الموارد اللي حواليك. الحل في ايد كل واحد فينا، فرد، أسرة، أو شركة. وإحنا في شركتنا عملنا أبحاث كتيرة لحد ما قدرنا ننتج أسمنت صديق للبيئة، نضمن بيه لينا ولعيالنا بيوت وسقف تضلل علينا، وكوكب نظيف نسيبه ليهم من بعدينا. انت بقى نويت تعمل ايه؟